السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فاكرين المحل اللي عمل ضجة كبيرة جدا في رمضان ورحت وفي ناس كتير راحت اشتريت على الطريق كانت فيها حاجة حلوة؟ جبته لكم تاني بصورة مختلفة تماما بالفروع كلها بتاعته في 49 شارع بطرس غالي، اللي جاي طبعا من ناحية سينما روكسي هينزل في شارع بطرس غالي يعني وهيدخل المحل على طول. ده طبعا جاد غنيم اللي هو الملابس الحريمي والاطفالي والرجالي، واللي جاي من عند شارع الاهرام هينزل محطة مترو الاهرام وعند بنك مصر بعد الحرية مول طبعا لقدام عند بنك مصر، وهيدخل الشارع اللي في وش بنك مصر ده على طول، هيوصله برضو ل 49 شارع بطرس غالي. انا بديكوا بس الاتجاهين اللي هتيجي من ناحية المترو هتنزل محطة الاهرام، واللي هتيجي من الميكروباصات اللي بره هتمشي ناحية سينما روكسي، وهيقابلكوا طبعا في وشكوا اللي جاي طبعا من ناحيه الحريه مول، والمترو هيقابله في وشه على نفس الرصيف التامين الصحي، وهيدخل في الشارع ده على طول اللي هو قدام البنك الاهلي، قدام بنك مصر عفوا، هيمشي فيه على طول هيلاقي على يمينه طبعا فرع بطرس غالي. هو في 49 شارع بطرس غالي مصر الجديده روكسي، وهم عموما عندهم 7 فروع طبعا يعني هعرضها لكم دلوقتي بالصوت والصورة، زائد كمان اللي ان شاء الله هيبقى قريبا في افتتاح للفرع الثامن بإذن الله، قريبا هيبقى في المعادي عند المحكمة القديمة، هيبقى قريبا جدا، وهنعلم يعني طبعا هيبقى في اعلان عن الفرع الثامن ده قريبا ان شاء الله. وبالنسبة للفرع الثاني في 17 شارع عباس العقاد مدينة نصر زي ما انتم شايفين كده، اللي جاي من ناحية أول عباس العقاد هيمشي على طول عند المركز عباس العقاد التجاري هيلاقيه على شماله، واللي طبعا جات غنيم هيبقى الفرع على يمينه جنب باناسونيك زي ما انتوا شايفين اهو، باناسونيك جنبيه على طول البنك اليوناني، بعد البنك اليوناني جات غنيم اهو بالظبط. طيب بالنسبة بقى للفرع الثالث هيبقى في 29 شارع النصر المعادي، الفرع الثالث بتاعهم هيبقى في 29 شارع النصر المعادي، وانتوا داخلين شارع النصر هيبقى على يمينكم سيراميكا كليوباترا، معرض سيراميكا كليوباترا هو الناحية التانية بالظبط مباشرة ليه على الرصيف التاني عند فوربيت كده زي ما انتوا شايفينه، وجنب صيدلية العزبي تحتيهم على طول. هنشوف بقى الفرع الرابع اللي هو في شهاب، شارع شهاب المهندسين، ليهم فرعين في شارع شهاب المهندسين، فرع رقم 17 وفي فرع رقم 15. طيب بالنسبه اللي جاي من اللي جاي يجي ازاي من ناحيه المترو، هيركب هينزل محطه جمال عبد الناصر وهياخد ميكروباص جامعه الدول، ميكروباص بيقول جامعه الدول اللي هو الميكروباص الصغير الابيض ده، وهينزل عند جاد بتاع الفول والطعميه، هيمشي الشارع ده على طول لحد ما يقابله على شماله، واحنا ماشيين دلوقتي هتشوفوا بالفيديو هيقابلكم على شمالكم التوحيد والنور، مبنى التوحيد والنور طبعا مبنى كبير جدا ومعروف جدا ومشهور يعني لا غنى عنه، يعني لا غنى عن التعريف بتاعه يعني. فهتلاقوه على شماله على يمينه الرصيف الثاني هتلاقوا فرع جاد غنيم رقم 15، بس هتلاقوه بس على اليمين شويه مش على الشارع العمومي بالظبط، هتلاقوه على اليمين شويه بس ظاهر اهو مكتوب عليه جاد غنيم حريمي واطفالي ورجالي وسن محير وبيجامات وعبايات وميوهات وكل اللي تحلموا بيه. طيب هنسيب يعني الفرع ده وهنمشي شويه لقدام، ولا هنحود ولا يمين ولا شمال زي ما احنا هنمشي شويه لقدام، هتلاقوا الفرع اللي هو 17 شارع شهاب برضو المهندسين عند اسماك ابو غالي على نفس رصيف اسماك ابو غالي اهو زي ما انتم شايفين، هتلاقوا جاد غنيم اطفالي وحريمي ورجالي تمام كده. طيب بالنسبه للفرع السادس، الفرع السادس ده هيبقى في القصر العيني، في شارع القصر العيني زي ما انتم شايفين عند ناصيه المبتدئين، طبعا بيفتح من 8 الصبح على فكره لحد الساعه 12 بالليل، كلهم بيفتحوا من الساعه 10 الصبح للساعه 12 بالليل ما عدا فرع القصر العيني بيفتح من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 12. طيب يا جماعه احنا دلوقتي عندكم كمان سرايا القبه، فرع سرايا القبه في 37 ألف سرايا القبه شارع ابن سندر
امام مركز شباب ابن سندر، واحنا ماشيين اهو من المترو هيقابلكوا الكابتن، وبعد كده في نفس الشارع هيقابلكوا كشري الزعيم. يبقى انتوا كده داخلين صح، الوصفة هي صوت وصورة عشان محدش يتوه وحدش بعد كده يرجع يقولنا احنا ما قلناش ليه، ما قلناش فين ونركب ايه ونروح فين. موعده من الساعة 10 الصبح للساعة 12 بالليل كل يوم، ما بيقفلوش كل يوم يا جماعة، ما بيقفلوش خالص. حريمي واطفالي ورجالي وميوهات وملابس رياضية كمان عندهم اجود الخامات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مكملين معاكم الجزء الثالث والاخير من سلسلة جاد غنيم والعروض الممتازة بتاعتهم، والاخيرة بقى في الاطفالي والمقاسات المحيرة وحديث الولادة. زي ما انتم شايفين هي يا جماعة العروض بخمسين جنيه وخمستاشر جنيه وعشرين جنيه، المقاسات كلها الاطفالي زي ما انتم شايفين اهو العروض بتاعتهم. رينج الاطفال بيبتدي الاسعار من اول كام عندهم، من اول 15 جنيه و20 و25 و35 و50 و60 و100 جنيه و150 جنيه، دي رينج الاسعار كلها. السن المحير الاطفال البنات والاولاد والبيجامات وكمان الملابس الرياضيه والمايوهات. ده طبعا الاعمار دي زي ما انتم شايفين كده، دي طبعا حديث الولاده اللي هي السويبته اللي فيها رسومات صغننه، دي تليها بقى 3 سنين سنتين 4 سنين 5 سنين 6 سنين وهكذا زي ما انتم شايفين. دي بيجامات دريسات وفستين وتيشيرتات قط وتيشيرتات نص كم، كل حاجه انتم عايزينها. وفي كمان فساتين مناسبات ديسكاونت اهو 50% زي ما انتم شايفين. زي ما هنقول تاني معاكم، احنا بنصور دلوقتي من فرع سرايا القبة اللي هو في 37 شارع ابن سندر امام مركز شباب سرايا القبة، وهتجو طبعا من عند المترو تمام. طيب هتستفيدوا بالعروض ازاي؟ العروض دي موجودة طبعا في السبع فروع بتاعتهم اللي هي في بطرس غالي واللي هي في شهاب بالمهندسين واللي في شارع القصر العيني، وطبعا في عباس العقاد مدينة نصر في 17 شارع عباس العقاد مدينة نصر وفي بطرس غالي. العروض دي مستمرة لحد امتى؟ مستمرة لحد شهر 7 كله، كمان لحد الصيف، لحد اخر الصيف. طيب بالنسبة للخصم 15% لحد شهر 7 فقط، بقية الشهور 10% 10% ده لمين؟ ده للناس اللي حاملي كارت القناة الخصومات. هتستلموها مننا ازاي؟ هنحط الرقم بتاعنا في العنوان وتقدروا اللي انتوا تستلموها مننا بكل سلاسة، تتصلوا علينا وتحجزوا الكارت وان شاء الله نعرف نتواصل معاكم ونسلمكم مجموعه الكروت كلها للخصومات او للجولات اللي احنا عملناها في روكسي مصر الجديده. موعدهم من الساعه 11 الصبح لحد الساعه 12 مساء تمام، كل ايام الاسبوع او كل ايام الاسبوع فاتحين. مايوهات متوفره، الملابس الرياضيه الاطفال والحريمي والرجالي متوفره، المقاسات الخاصه متوفره. زي ما انتم شايفين كده البيجامات البيتي حتى للرجالي والحريمي والاطفالي متوفره، البيبيهات كل حاجه متوفره في البيبيهات، السوربتات والفساتين والبناطيل والشروطه. مدلعنا بصراحه مش، واللانجري متوفر، المايوهات كل حاجه كل حاجه، احلموا بس واتمنوا هتلاقوا كل حاجه هناك متوفره. ورينج الاسعار زي ما انا قلت لكم كده بالظبط، من اول 15 جنيه لحد معاكم 150 جنيه، واغلب العروض هتلاقوها ب 25 و 15 جنيه و 35 جنيه و 50 جنيه، اغلب الحاجات دي هتلاقوها بالسعر ده. بالنسبه طيب دي عروض وهتروحوا تلاقوها زي ما انا بصور لكم كده تمام. طيب الحاجات بقى اللي مش عليها عروض اللي انتوا مثلا هتلاقوها 100 جنيه و150 جنيه، اللي معاها الكارت اللي احنا هنسلمه لها من القناه، هي دي اللي هتاخد الخصم اللي عليه 15%. غير كده لا، غير كده دي هتبقى ليها اسعار طبعا اللي هو سعر المحل بقى. يبقى احنا كده عملنا لكم الجزء الاول الحريمي، بصوا ده جزء حديث الولاده كله اهو،
جزء الاطفالي حديث الولاده كله. يبقى احنا كده خلصنا لكم الجزء الحريمي. الجزء الحريمي فيه صورنا لكم كل حاجه زي الملابس الحريمي والبناطيل، المقاسات الخاصه اللي فيه، صورنا لكم العبايات السوداء والعبايات الخروج، صورنا لكم فيه كمان العبايات المناسبات الاجتماعيه زي مثلا ممكن تحضر فيه في افراح او حنه. صورنا لك كمان الملابس الرياضيه لحد 4 اكس لارج و 3 اكس لارج، اكتر من بدله في الملابس الرياضيه في الحريمي والرجالي برضو. صورنا لك المايوهات الاطفالي والحريمي والرجالي، وصورنا لك اللانجري كله كامل مكمل. تمام، يبقى احنا كده يا جماعه خلصنا لكم كل المحتوى، كل المحل كله على بعضه بالتفصيل لجاد غنيم في السبع فروع بتاعته. واحنا بنتفرج على الفيديو كده هقول لكم السبع فروع برضو يعني بالكلام معايا تاني، انا يعني للي بيسمعني لاول مره، عشان مش كل الناس هتدخل تفتح التلات اجزاء، كل واحد هيدخل يفتح الجزء اللي يخصه. يعني الرجالي هيخش على الرجالي، الحريمي هتخش مثلا على الحريمي، الاطفالي او اللي عندها اطفال هتدخل تتفرج على الاطفالي. فعشان كده بضطر ان انا اعيد تاني بس العناوين مش اكتر. هنقول تاني سرايا القبة في 37 شارع ابن سندر امام مركز شباب سرايا القبة. طيب من ناحية مترو طبعا سرايا القبة هتنزلي هتتمشي بالظبط 10 دقايق. طيب من ناحية شارع شهاب ليهم فرعين هناك في شارع شهاب المهندسين، فيهم فرع في 15 شارع شهاب المهندسين والفرع التاني 17 شارع شهاب المهندسين. طيب هتنزليه ازاي؟ هتنزليه قلتلك قبل كده من عند مترو جمال عبد الناصر اللي جاي من ناحيه طبعا جمال عبد الناصر، هينزل محطه جمال عبد الناصر وهيركب ميكروباص اللي بيودي ده جامعه الدول. هتنزلوا لشارع شهاب عند جاد محل جاد بتاع الفول والطعميه، وهتتمشوا لعند النور والتوحيد، توحيد النور هتلاقوه الناحيه الثانيه على الرصيف الثاني، الفرعين على الرصيف الثاني على نفس الرصيف. طيب بالنسبه لفرع عباس العقاد هيبقى في 17 شارع عباس العقاد مدينه نصر، وكلهم يا جماعه كل يوم فاتحين ومواعيدهم من الساعه 11 للساعه 12 مساء كل يوم. ونفس الحاجه اللي انتوا شفتوها في الحريم والاطفالي والرجالي هياها هتشوفوها في كل الفروع بدون ادنى اختلاف. طب لو انت فرضا رحتي وما لقيتيش حاجه معينه انت رايحه لها وشفتيها في الفيديو، مفيش اي مشكله، ابعتيها لهم يعني قولي لهم او صوريها من الفيديو وقولي لهم انا جايه اشوف القطعه دي او عايزاها، وهم هيوفروها لك فورا، مش هتأخروا عليكي ابدا. طيب بالنسبه للمعادي بقى، الناس سكان المعادي في برضو في 29 شارع النصر امام معرض سيراميكا كليوباترا في المعادي، ده برضو صورناها لكم وعملنا لكم فيه فيديو حي. بالنسبه لشارع القصر العيني اتجاه وسط البلد، ده في 93 شارع القصر العيني امام تسيبس الحلويات، في شارع القصر العيني اللي هو تبع طبعا او عند جريده روزا يوسف. تمام، وعلى ناصية المبتدئين. انا كل ده بسمعكم العناوين عشان الناس اللي ما بتلحقش تسجل العنوان تسجل ورايا، وعشان خاطر الفيديو برضو وانا بشرح فيه عشان لو كنت سريعة او حاجة الناس تلحق تسجل وتعرف العناوين والاسماء كويس جدا. وطبعا شارع بطرس غالي، الشارع اللي هو يعني فرع بطرس غالي اللي هو طبعا اول فرع احنا كنا صورنا فيه في ايام رمضان وعمل ضجه كبيره جدا، وما زال الفيديو بيتشاف وما زال الناس بتروح للفيديو لما بتشوف الفيديو طبعا لحد النهارده. طبعا ده كان في شارع بطرس غالي روكسي مصر الجديده اللي انا برضو صورته لكم في 49 شارع رمسيس على ناصيه بطرس غالي. اللي جاي طبعا من شارع اللي جاي مترو هينزل محطة الأهرام 10 دقايق بالظبط من عند الحرية مول، هيمشي على الرصيف الحرية مول على طول شارع الأهرام، هيدخل بعد كده يمين من عند التأمين الصحي هيلاقي المحل على يمينه، هيتمشى شوية لقدام بعد محل نيويورك ولينا هيلاقي المحل على يمينه. طيب اللي جاي مواصلات من بره من عند جسر السويس في مسكن وعين شمس والمناطق دي أو من عند العباسية هينزل عند سينما روكسي، وهيتمشى بالظبط 10 دقايق لحد المحل، وهيطلع بسلالم في بطرس غالي هيلاقي المحل على ايد اليمين مكتوب عليه من بره جاد غنيم اطفالي وحريمي ورجالي. الناس بقى يا جماعه الفتره دي اللي كانت عايزه هدوم للمصيف، تيشرتات وشروالات وشرطه، وعايزه حاجات بكم لكره كده طريه على جسمهم عشان المصيف والحر،
واللي عايزه مايوهات مقاسات واسعه، اللي عايز مايو، اللي عايز ملابس رياضي، كل ده متوفر هناك بسعر تحفه جدا زي ما انا وريتهم لكم، يعني وريتهم لكم بالظبط في الفيديوهات اللي فاتت. هتلاقوا برضو رقمهم زي ما انتم شايفين، الحاجات ب 40 جنيه اهي، اللي هي البيجامات البناتي سن 5 سنين و3 سنين وسنتين لحد 8 سنين و9 سنين و10 وانت طالعه، يعني وانت طالعه في المقاسات المحيره. عرض خاص 20 جنيه اهي، زي ما انتم شايفين الاشكال مختلفه والالوان مختلفه، المايوهات كمان منها اهي والتيشيرتات. و يعني في تكمله العرض بصوا كمان في الاندر، الاندرات دي ب 10 جنيه، الاندر قطن طبعا ليكرا، قطن ليكرا بيلبس من اول مثلا 5 سنين و4 سنين لحد فيما فوق بقى. عندهم قسم يعني اللانجري الداخلي ده تحفة جدا اقطان، وعندهم برضو بوكسرات اولادي زي ما انتم شايفين الفساتين كده. الناس بقى اللي عندها افراح ومناسبات خطوبة ومناسبات افراح ممكن تروح تشتري لبنتك فساتين من هناك تحضر بيها المناسبات دي، وللعيد كمان طبعا وللاعياد كمان تقدر يعني تاخدي لها فستانين او 3 فرصه في يعني في الاوفر وفي التخفيضات في العروض في العروض دي وتشيليهم لمناسبتهم. يعني انا مبسوطه جدا من الناس اللي كلمتني من السعوديه والامارات والسويد وقطر والكويت، مبسوطه جدا ان احنا لينا ناس بره مصر كمان بتتابعنا سواء مصريين او مش مصريين، والمغرب طبعا حبايبنا. مبسوطه جدا ان هم شافوا فيديوهاتنا وشافوا المحتوى بتاعنا وجايين مخصوص يا جماعه عشان ياخدوا بنفسهم الشحنة بتاعتهم من هنا جملة، لان طبعا زي ما قلنا قبل كده ان المكتب ده مكتب جملة، ورقم بتاعهم بنوفرهم لكم في اخر كل فيديو عشان اللي عايز اي استفسار عن العروض او عن الاسعار الشحنة سواء في المحافظات او برا مصر. فانا بشكرهم جميعا متشكرين جدا ليكم. بس ماركات اقطان للبيبيهات برضو زي ما هي موجود فيها برضو كان للحريمي وكان برضو للرجالي، دي التشكيلة بتاعتهم كلها بتاعت البراطيل زي ما انتم شايفين. العرض عليه 30، في عروض عليها 30 جنيه اهي، اسود واحمر وبموف، التيشيرتات مختلف الوانها، ودي الشرطة بمختلف الوانها زي ما انتم شايفين. بحب اجيب لكم الحاجة بالوانها باسعارها بمقاساتها، 50 جنيه القطعة، ودي ب 40 جنيه. التيشيرتات دي من سن 10 سنين مثلا تلبس او 15 سنة على حسب حجم بنتك، والفستان ده كان ب 40 جنيه. سلوبتات البيبيهات هي متوفره يا جماعه، كانت ب 17 ونص، كانت ب 17 ونص اللي هي دي برضو، دي كانت فساتين، دي كانت ب 30 جنيه فساتين صغيره كده، وكانت تيشرتات ب 50 جنيه برضو، تيشرتات اكبر بقى شويه اكبر في السن اولادي وبناتي، في حاجات ب 25 كمان للسن الكبير شويه يعني 10 سنين 13 سنه تلبس. يا رب يكون المحتوى عجبكم، ويا رب يكون قدرت افيدكم واعمل لكم تغطيه كامله للمكان. ما تنسوش اللايك للفيديو وطبعا الشير وسبسكرايب الاشتراك للقناه، ورايكم مستنيينه في الكومنتات. دي يا جماعه الفروع هتلاقوها دلوقتي بارقام التليفونات تقدروا تسجلوها عندكم عشان تعرفوا ايه الاقرب لبيتكم. واستنونا في الفيديو التاني كمان ان شاء الله مع الرجالي. وبالنسبه كمان للجمله، هم كمان عندهم جمله وقطاعي، تمام كده.